أنا فرحان ومسرور جدا لوجود الساحل تي في كبادرة طيبة جميلة لتحسيس المواطنين. هي فكرة جميلة برشا ونشجعوها، وأدعو كل من يستطيع أن يساعد هذه المجموعة أن يبادر بتشجيعها، فهي تعرف بالفن، تعرف بالسياسة، تعرف بالاقتصاد، بالوضع الاجتماعي اللي موجود. الدليل على ذلك أنها مست شرائح اجتماعية كبيرة ضعيفة في أوقات محرجة جدا، أوقات البرد والمطر والفقر، فكانت موجودة وساعدت هؤلاء. فتحية للساحل تي في، وإلى الأمام إن شاء الله.